تكثفت الاعتداءات الصهيونية في الفترة الأخيرة على شجرة الزيتون، حتى أنه صار الاعتداء شبه يومي على المزارعين، على الأشجار، قلعا قطعا، سرقة، تجريف، منع الفلاحين المزارعين من الوصول لأراضيهم الزراعية، اعتداء عليهم أثناء قطف الزيتون، إطلاق النار. ومن أيام استشهد شاب من قرية الساوية، أطلقت النيران عليه أثناء قطف الزيتون. في يانون وفي غيرها من المناطق، عشرات البلدات والقرى يمنع الناس من الوصول لأشجارهم على أطراف القرى والبلدات الفلسطينية إلا بتنسيق، وأحيانا يمنعوا بشكل كامل على أطراف المستعمرات أو على جانبي الشوارع الالتفافية، يمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم لقطف الزيتون. الاعتداء على شجرة الزيتون بيجي من وعي الاحتلال لأهمية هاي الشجرة ورمزيتها للفلسطينيين. هاي الشجرة اللي بتمثل حالة صمود، يعني الفلسطيني بتمثل في جذورها الراسخة وبيحاول يكون زيها راسخ وصامت في أرضه، ويعني بيحرص على أنه تظل بخير. الاستيطان بيستهدفها وبيقتلعها وبيخربها ليغيظ الفلسطيني وليقهره ولا يعني يسبب له الضرر نتيجة منعه وحرمانه من بقاء هاي الشجرة. الإشي الثاني، أشجار الزيتون في فلسطين مزروع أغلبها في الجبال، الجبال اللي هي في الغالب مصنفة كمناطق جيم، فالاحتلال ومستوطنيه لما بيسعوا لاقتلاع هاي الأشجار أو منع الوصول إلها أو تضييق على الفلسطيني وإطلاق النار عليهم، بيهدف من وراء ذلك للسيطرة على هاي الأراضي. شجرة الزيتون هي بمثابة وثيقة ملكية للأرض. الفلسطيني اللي زارع جباله وأراضيه اللي مصنفة بين قوسين كمناطق جيم عنده سند ملكية أكيد في هذه الأرض، بصلها بعين قوية وبزرعها. لهيك الاحتلال بحاول ينزع منا سند الملكية لهاي الأرض اللي هو الشجرة الراسخة اللي بتعيش آلاف السنين، فبحاول يخلعها يخربها يمنعنا نصلها أو نعمرها ليستولي عليها. الزيتون برث الأرض وصاحب الأرض سيبقى متمسك فيها رغم كل هاي الاعتداءات والهجم الشرسي على الشجرة. باكون ما بقي الزعتر والزيتون.